بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم هأحكي لكم شو يعني فارماكو دايناميك بطريقة أعمق وشوي مهم نعرف اللي بدي أحكي لكم إياه. أول إشي معنى فارماكو دايناميك إنه أنا بدي أعمل استدي للدرج أكشن ولا الميكانيزم أوف أكشن تبعت هاي الدرج. بدي أشوف كيف الدرج بدي يشتغل في السل، كيف بدي يعمل لي فانكشن. طيب، فبقدر اختصر كلمة فارماكو دايناميك ب what the drug effect on the body، شو رح يأثر الدرج على الجسد. طيب، طريقة تأثير الدرج على الجسد تكون بفكرة مهمة وأساسية أخذناها في بايو في وفي كمان فسيولوجي وأناتومي. طيب، حتكون بهالطريقة. شايفين هاي الزهرية؟ هي الريسبترز. الريسبترز في عنا لكل دواء ريسبترز، حتى بدون وجود أدوية فأنا في عندي ريسبترز موجودين في جسمي. قرروا العلماء إنه يخدعوا الجسم ويعملوا أدوية بتشبه الريسبترز عشان تعطيني إفكت نفس إفكت المواد اللي بفرزها الجسم، ونعوض نقص العمل اللي بتشتغل فيه الخلية. كيف بدنا نعوض هذا النقص؟ شو يعني ريسبترز؟ شو يعني بيشبه شكله؟ هسا الريسبترز هي مستقبلات موجودة في الجسم. طيب، هاي المستقبلات اللي موجودة في الجسم تأخذ شكل معين، زي اللي الزهرية اللي هون ماخدة شكل معين اللي هو شكل بشبهها، بشبه المادة الكيميائية اللي حتستقبلها. تمام؟ طيب، إذا ما كان شكل الدواء بشبه شكل الريسبترز ما رح يرتبطوا ببعض، وإذا ما ارتبطوا ببعض ما رح يشتغلوا. زي فكرة مفتاح البيت والزرفيل تبع البيت. هسا أنا مفتاح بيتي بقدر أفتح فيه مفتاح بيت حدا تاني؟ مستحيل. نفس إشي الريسبترز. الريسبترز ما بتقبل أي حدا تاني يجي عليها غير المادة الكيميائية التي بتشبه شكلها بالضبط. زي القالب، إجيت وركبت المادة الكيميائية اللي بتشبه شكلها بالضبط، حتعطي إفكت وحتبلش تعمل ريليز لمواد معينة تانية نتيجة هذا الارتباط. إذا ما كان شكل المادة الكيميائية بشبه شكل الريسبترز ما رح ترتبط فيه وما رح تعطي إفكت. ففكرة الفارماكو دايناميك إنه شكل الدواء لازم يكون تماما شكل طبق الأصل للريسبترز، بحيث يكون الريسبترز قالب لهذا الدواء، يضم هذا الدواء، يقوي هذا الدواء. تمام؟ ففكرة ارتباط الريسبترز بالمادة الكيميائية أو بالدواء معناها إنه كل دواء له ريسبترز خاص فيه. فأنا ممكن أخذ مسكن ومضاد حيوي مع بعض. طب كيف تم يشتغلوا مع بعض هدول؟ كيف هذا عرف مكانه وكيف هذا عرف مكانه؟ عن طريق فكرة أن لكل دواء ريسبترز ومستقبل خاص فيه، بيكون يستناه، بيكون قاعد هيك الريسبترز على الخلية بيستنى الدواء يجي. إجا الدواء بيرتبط فيه إذا كان شكلهم بيشبهوا بعض، فعشان هيك شكل الدواء تبع المسكن يختلف عن شكل الدواء تبع المضاد الحيوي. أنا ما بحكي عن شكل الحبة نفسها، لا، أنا بحكي عن شكل الجزيئات، شكل الإفكت، المادة الفعالة منه. فأول ما يشوف الريسبترز حدا بيشبهه بيقوم مرتبط فيه على طول وبيبلش يعطي إفكت. وهون فكرة الفارماكو داينامكس، كيف الدواء حيبلش يأثر على الجسم. والفكرة عندي هون بتهمني جدا معرفة فكرة أن لكل دواء ريسبترز خاص فيه، ولكل مادة كيميائية حتى تفرز في جسمنا ريسبترز خاصة فيها تساعدها على عمل وظيفتها بطريقة ناجحة. وخليكم ذاكرين دائما فكرة المفتاح والقفل، مش كل مفتاح بيفتح أي قفل ولا كل أي قفل بيزبط له أي مفتاح. نفس الإشي فكرة الريسبترز. ويعطيكم ألف عافية يا رب. إن شاء الله يكون شرحنا الفكرة المبسطة للفارماكو داينامكس لكم.